الحمد لله الشباب واعي قارين. ما بكري الوالدين كانوا الله غالب، كانوا أمي، ما دابا الحمد لله يعني القراءة يعني تقدمات والشباب تبارك الله ولاو تيقراو ماشي بحال بكري. حنا في عهد ديالنا ما كناش تندير، كنا دخلت المدرسة 1950، جيت من العروبية ودخلت المدرسة في يعقوب المنصور. الولاد تيقراو والبنات ما تيقراوش، فهمتي كيفاش؟ ما دابا الحمد لله ولا كل شيء عنده الحقوق ديالو. دابا باقي تنقرا يعني الكتب والحواديت، تنقرا يعني الشيء ديال القرآن الكريم، وتنقرا الحواديت يعني ديال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني داك الشيء ممتاز. عندي كتاب الصالحين، رياض الصالحين. وسائل الإلكترونية طغت على الساحة الوطنية والتعاملات في حياتنا اليومية، ولكن الكتاب الورقي له دوره كذلك في التثقيف وداخل البيت. وبالنسبة لي التعامل مع الكتاب دائما على اطلاع، بحكم الدراسة، بحكم الحب الاطلاع على أشياء ربما خاصة التاريخ منها. التاريخ منها دائما أنت في حاجة إلى الاطلاع عليه عبر الكتب، لا يمكنك أن تقوم بالاطلاع عليه إلا من خلال الكتاب. ابن رشد في تهافت الفلاسفة، والإمام الغزالي تهافت التهافت. هادو هما الكتب اللي قريت كذلك الكتاب نتاع رايموند فرانسيس نتاع تجويع الخلايا المسرطانة، قريت كذلك كتاب نتاع بالنسبة للكتاب على ما أتذكر كتاب الكليات لابن رشد. هادو هما مجموعة من الكتب التي لم أتذكرها صراحة قمت بقراءتها، ولازالت كتب أنوي إن شاء الله الإطلاع عليها كلما سمحت. الناس ما بقاوش كيقراو بزاف باسكو سي بوكو بلو فاسيل في التليفون و سور لو بي سي، مي جو بونس كان ميم كو نوتر جينيراسيون كتبغي تثقف، كو باغيين يقراو وباغيين يوصلوا وباغيين يلقاو على اش يهضروا سورتو اون سواري وداكشي. إذا الناس كيديروا دي زيفور كان ميم بور سو كولتيفي، بيتيتر با اترافير دي ليفر، باسكو سي فري كو لو ليفر مانون سي با تري كومود، نبقى نقلب الوراق وداكشي، مي افيك الايباد ولا شي حاجه سي بوكو بلو فاسيل. دونك الاعلامي على المستوى الالكتروني فعلا نقص شويه من قيمه الكتاب الى حد ما، مع علما بان الكتاب غيبقى دائما عنده الصوله ديالو، دائما عنده الجوله ديالو، دائما حاضر في المكتبات، اعتبارا الى انه يلامس افكار الكاتب مباشره. في الوقت اللي كتكون شاد الكتاب في يديك كتحس على انك مع الكاتب فيما، ولكن ملي كتكون على المستوى الالكتروني كيبقى دائما المساله افتراضيه، كتبقى دائما المساله خيال، يعني ما عنده علاقه بالحقيقه. ومع ذلك انا مع الكتاب، مع استمراريه الكتاب رغم صعوبه النشر، رغم صعوبه الطبع، رغم العديد من الصعوبات والإكراهات التقنية والتمويلية على مستوى النشر، ولكن كيبقى الكتاب عنده مكانته وعنده يعني عنده القيمة ديالو في المشهد الثقافي أو المشهد القراءاتي المغربي. بالنسبة لآخر كتاب متعددة كنقرا، واحد الآن كنقرا كتاب حول غريب أو الدماغ وعلاقته بالإلكترون، بهالشيء اللي كيروج الآن بهذا لي تابليت. حاليا شنو نقول لك، حاليا وليتي كتشوف نسبه قليله ديال المتتبعين ديال الكتب، ولا اللي زعما كيستعملوا الكتب بقوه ما كتشوف الانترنت والتكنولوجيا اكتسبت العالم دابا كامل. ولا بنادم بلاص اوليو باش يشري كتاب ويمشي يقرا كيتيليشارجي فابور مثلا، ولا على ودي الثمن، ولا على ودي معاه في التليفون، يعني بلا ما يحتاج واحد فهمتيني واحد كونتيتي فين يهزها ديما معاه، تيبقى عنده في بورتابل وكراتوي كيضطر يتيليشارجي يتفرج يقراه بلا ما يبقى يسمع الكتاب. وكاين اللي مازال مولوع بالكتاب. انا بالنسبه لي اخر كتاب كنت قريت ديال الغرباء
مدة دابا ديال شي عامين ونص تقريبا بحال هكا، مدة سنتين ونصف آخر كتاب ديالي كنت قريت من بعد. لا تعاملت مع الكتب ولكن ماشي يعني من الانترنت تنتيليشارجيهم تنقرا كتب مقالات. أول كتاب عنده صراحة عنده أهمية كبيرة، حيت الإنسان ملي تيقرا في الكتاب ماشي بحال قرا في الانترنت، حيت باش تكون ورقة الكتابة ديالها كتلصق، فهمتي؟ داكشي اللي تعلمنا حنا في الصغار، يعني راه بقى لاصق التعلم من الصغار كنناقش على الحجرة، كشي حنا تعلمنا في الكتاب ديالنا بقى لاصق داكشي عندنا في